فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نضح المذي ولم توجد عينه، إذا نضح المذي ولم تذهب عينه، فهل يطهر ذلك الثوب؟ ما له عين المذي، إذا يكفي النظر يزول على سرعة، ما يبقى له عين، لأنه هو ما أصله ما يبقى له شيء. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.